دايما بفكر في حاجات تنفع لأي حد في البيت، اللي رايح حضانة ياخد معاه، اللي رايح مدرسة، اللي رايح شغل، اللي رايح جامعة، وحتى اللي قاعد في البيت وعايز ياكل حاجة كده تكون فيها شوكولاتة وتكون سريعة جدا من غير أي مجهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكوكيز البسيط اللي قدامكم ده. قد إيه لذيذ، يعني عارفين كده لما تحسوا مكونات كلها طبيعية، 3 مكونات بسيطة جدا لما يتحطوا مع بعض هتعمل طعم جميل. اهم حاجه نختار نوع كاكاو يكون كويس. المقادير زي ما احنا شايفين هما 3 مقادير، عايزه 2 موزه وعايزه الشوفان، ودايما بشتري الشوفان ده، كل شويه اقول لكم نفس الكلمه، ولكن انا مش ضامنه ان كل الناس بتتفرج على كل الفيديوهات، علشان كده دايما بقول لكم نوع الكاكاو ده بيكون كويس جدا، ده من غير سكر. نقدر نضيف للوصفه يعني عسل لو احنا حابين، نحط سكر ستيفيا لو احنا لسه جداد كده في الرجيم وعايزين ناكل حاجه تكون مسكره سنه، نقدر نحط ظرف او 2 من سكر ستيفيا، وهنحط فانيليا او قرفه على حسب الرغبه. اي محضره طعام عندك او حتى الخلاط هنحط فيها كوبايه من الشوفان ونطحنها بسرعه كده، مش محتاجين نشتري ابدا دقيق الشوفان الجاهز، دايما نعمل الحاجات بنفسنا، وخصوصا لو مش هتاخد مننا مجهود، ونتأكد ان هي تكون حاجة صحية. هنحط معاها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وكمان هحط معاها يعني نص غطا كده من الفانيليا السائلة، واضرب ضربتين، وبعدين احط فيها الموز، بس اقطعه كده بسيط. كل ما الموز يكون مستوي كل ما بيدي تسكير اكتر للكوكيز النهاردة. في المرحلة دي لو عايزين نحط عسل او عايزين نحط سكر ستيفيا نقدر نحط. مجرد اللي احنا بنضرب كل المكونات مع بعض، مفيش ابسط من كده، ده القوام اللي احنا عايزينه. طيب انتوا طبعا عارفين سلوى عايزة تعمل ايه، عايزة تعمل حاجة سريعة من غير ما تنظف ولا اي حاجة، فهستعين هنا بورقة الزبدة او ورق الخبز، وهدهنها اكيد علشان برضو بعد ما اخلص يدوب ارمي الورقة دي واكون جهزت كل حاجة. اي ستيكس كده او اللي هي العصيان الصغيرة، عشان زي ما قلنا لو اطفال هياخدوها هيفرحوا بيها جدا، ده بيكون شكلها العصيان اللي هي الصغيرة دي. وابتدي احط حوالي معلقة صغيرة فيها كده، يعني نعمل المقاس والشكل اللي احنا حابينه. الفرن شغال على درجة حرارة 180، هتقعد في الفرن حوالي 15 دقيقة، يعني ربع ساعة. اول ما تستوي نطلعها من الفرن ونسيبها تبرد. خلوني بس احط اضافة كده عشان الاطفال يحبوها اكتر شوية، فاحنا ممكن نحط عليها شوكليت شيبس لو احنا حابين، ممكن نحط عليها زبيب لو احنا عايزين. انا عندي هنا كمان حتة من الطحينة هحطها لهم كده يعني كبديل للشوكولاتة. وبعدين لقيت برضو عندي كده 2 من الشوكولاتة شوكليت شيبس، وهدخلهم الفرن زي ما قلنا ونشوف شكلهم بعد ما يطلعوا من الفرن. ده بيكون الشكل، والريحة طبعا جميلة جدا، يعني طفلك لو بيروح حضانة او مدرسة لما يمسكها كده وياكلها اكيد هيتشجع جدا ياكلها. تعالوا نقدمها كده بطريقة مختلفة شوية. شايفين ما شاء الله طالعة كام واحدة من حاجات بسيطة زي ما اتفقنا، دايما كده بنعمل حاجة تكون سهلة وسريعة. المقادير هتكون على الشاشة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.